من المهم جدا أن نتفق نحن كعرب على أن هذه المرحلة مرحلة مفصلية، إما أن تكون نقلة ننتقل بها للأمام، وإما أن نشاهد أنفسنا ونحن يعني نغوص في بحر الرمال. من المهم جدا أن يتفق العرب على أن العدو الأول لهم الآن هو الإرهاب. من المهم جدا أن نتفق بأن هناك الكثير من العوامل التي قد تسهم في الخروج من المأزق، وهناك أيضا العوامل التي قد تؤدي إلى المزيد من التدهور. الأمانة العامة لجميع الدول العربية تبذل جهدا للقيام بدورها في تجاوز هذه المرحلة من خلال الاستنارة بالعديد من رؤى المفكرين والخبراء لتجديد الخطاب الإعلامي ليكون بمستوى هذه المرحلة.